حركة السير في مركز أربيل بطيئة. لا تزال الشوارع هنا نظيفة نسبياً، لكن لاتساخ السيارات دلالة مختلفة، فلا شيء في أربيل يتسخ بسرعة كالسيارات. علي حبوب يرى فرصة في هذا. المستثمر الشاب أتى من بغداد إلى المناطق الكردية حيث الحالة الأمنية أفضل والوضع السياسي أكثر استقراراً. شروط جيدة للاستثمار. شوف حضرتك، يعني احنا بجو، يعني جو احنا بصوره عامه متغير بين ممطر وبين مترب، فشفنا من الضروري انه نستثمر في مجال غسيل السيارات. احنا كشركه، كوكيل لشركه نظام جيوواش، نستخدم كميه قليله جدا بغسيل السيارات للسياره بسرعه عامه. نحتاج فقط 3 لترات ماء حتى نغسل كل السياره، ومقارنه بمحطات الغسيل الاخرى اللي تستهلك حدود 200 لتر ماء. في أحد المتاجر الكبرى في أربيل يريد حبوب تطبيق فكرته، فبينما يقوم المواطنون بالتسوق في الأعلى، يقوم عمال مغسل السيارات في الأسفل بغسيل السيارات وتلميعها وتشميعها. كل ما يحتاجه المرء موجود في هذه العربة الصغيرة، وليس على الزبائن إدخال سياراتهم إلى المغسل بأنفسهم. الإيجابيات النظام المتنقل أنه ما يحتاج الكوستمر أنه يترك مفتاح السيارة موجود، يعني يترك سيارته ويذهب للتسوق، يعني ويأخذ وقته بالتسوق يجي يلقى السيارة كاملة مغسولة، بينما الأنظمة الباقية لازم يكون الكوستمر موجود أو يترك مفتاح السيارة مع عامل التنظيف. وجود العمال يزيد من الأمان في المرآب، لكن الزبائن ما زالوا يشككون بشأن الخدمة الجديدة. يعني جوا السيارة الدوالي المنظر القادم كله والله موفقة ثاني ميخان. راحت. شكرا جزيلا. شكرا معك. هذا الرجل يرفض العرض شاكرا. لماذا لا تريد أن تغسل سيارتك؟ والله مو شغلي، يعني بكره بتطين، يعني راح نفس المكان اللي رحت فيه يعني اليوم، ويكون شوي فيه طين، فماكو داعي اغسلها اليوم. استثمر علي حبوبي قرابة 100,000 دولار، رسوم الرخصة وتكاليف الدعاية كلها مكلفة. اشترى 20 عربة غسيل وعليه تدريب العمال عليها أيضا. كثيرون منهم أتوا من سوريا ويكسبون 8 يورو في اليوم. وأكثر مشكلة إحنا عندنا هي شلون نحصل على العمال. يعني أول شيء صعوبة الحصول على العمال، ثاني شيء العمال يحتاجون إلى تدريب قبل ما يدخلون إلى الموقع تقريبا 5 أيام إلى أسبوع، فتدريب مرات يعني مرات العامل يتدرب فترة طويلة 5 إلى 7 أيام وبعد فترة يترك العمل. من خلال تقاسم العائدات يريد علي حبوبي زيادة ارتباط العمال بالعمل، ولكن المشروع بحاجة إلى التوسع. ولن تكون هناك أي مشكلة، ففي شوارع أربيل يوجد ما يكفي من الزبائن.